أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع المعروض النقدي في مصر 27% على أساس سنوي في مايو، وفاق المعروض النقدي 10 تريليونات جنيه مصري، أي ما يفوق 215 مليار دولار، ليسجل ارتفاعاً عن 169 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي. وأفاد تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي بأن مصر سددت 25 مليار دولار من دينها العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي. وأوضح التقرير أن هذا السداد جاء نتيجة لصفقة رأس الحكمة.